الظاهرة من نوميديا تي في، والبداية بالعناوين. وثقافيا، انطلاق عملية التصويت على المتأهلات لنهاية أسبوع يوتيوب المرأة العربية، والجزائر في الطالعة بست متأهلات. وثقافيا، تنطلق اليوم في تمام الساعة السادسة مساء عبر صفحة بودكاست عربية على فيسبوك عملية التصويت على المتأهلات لنهاء أسبوع يوتيوب المرأة العربية في نسخته الثانية. المتأهلات بلغ عددهن 12 مشاركة، منهن 6 جزائريات، 3 مصريات، مغربية، موريتانية وتونسية، من أصل 20 مشاركة من 5 دول. شاركنا بفيديوهات حول الصحة، الثقافة، المجتمع، الجمال والموضة. التصويت يمتد إلى غاية 13 أفريل على منتصف الليل. بعدها تأتي مرحلة الورشة التدريبية يوم 14 أفريل، ويليها يوم واحد للكشف عن الفائزة الأولى في حفل ختامي بالجزائر. إذن اليوم تنطلق عملية التصويت على المتأهلات لنهائي مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية في دوراتها الثانية. مبدئيا نقدر نقول انه حققنا نصف الهدف، لانه يعني وصلتنا المشاركات الجيده واخترنا مشاركات جيده. يعني هدفنا بالاساس هو تشجيع صناعه هذا النوعيه من المحتوى الموجه للمراه. الان بقيت يعني عمليه التصويت ومخرجات عمليه التصويت ومدى اقبال الجمهور على هذه الفيديوهات لنحدد يعني ان كنا حققنا الهدف بشكل كامل ام لا. لكن مبدئيا يعني نحن راضون جدا عن سير المسابقه الى حد الان. وصلنا الى الختام، وهذا تذكير بابرز عناوين النشره. وثقافيا، انطلاق عملية التصويت على المتأهلات لنهاية أسبوع يوتيوب المرأة العربية، والجزائر في الطليعة بست متأهلات.